هدي أتقو عصب تاه كنال كينا فضلا سبسكرايب ده شركدان وحي كساب سنتاه علي بابا علي بابا وحوها نين سابولا ولن نولا حاس كيسا كليا سيو أماري نولا شرير كيسا وحو مالي ولبا أشاق تاقي جري دهوركا سيو حاوض أسو قرو مالين مال ماه كمي ده علي بابا أو دهوركي آدي سيو حاوض أسو قرو أيا سيلا ما فيلانا علي بابا أو حاوض أروسانايا أيا وحو مغلي عط سواحن ميل دروكسان كسو بحايا بحي عركت إيشيسا رقوض السعودة أو حنبارسان كيش شواوين أو علوس تنكيسان أسو دوانايا مركيب آد أيو أبغي علي بابا أو دمير كيسا أيو خريي ساقنا وحوفو لجيد دوشيسا ساري وحو كدو مناي رقي حنبار سناكي ششكا أو مركيب علي بابا أو دريمي إني يهين توو علي بابا أو سارن جيد كدوشيسا ساري أيا أركي توو دي وقام يهود أو انتو حوغا سعودي إسهور تاغي تغح وين أو بور أكتيدا نيكي توغدا وقام يهودا ها أو بلاوي إنو لحظلو تغحي حوا كدب أيا تغحي بلاوي إنو دقاقو أو فرمو وحا ماشي كسو مغضي قد وين علي بابا آد أيو وياوي تغي توغدا ها أو كي ششك حنبارسن أيا قدها أغلي قدكي لغيحي أيا دخاخي أو قدكي حيري هادانه علي بابا أو آد وليابن وحا أو أركي أيا حوغا كدب قدكي فرمي رقي أو آن كي ششكي وذن أيا كسو بحي هو قاميه توغدا أيا إسلا سيدي انتو هور استاق لغيحي يدي أمر عالي كوحيران الباب كان باركي سانو سيدي أيونو كوحيرمي قدكي توغدينا ماش ويس ساقتاقين علي بابا أيا قيدكي كسو ديجي أو أسو لغاقي لانكي قدكا انتو إسور استاجي أيو كولو واقي ريدي وكمخلي توغدي أمر عالي كفرن الباب كان باركي سانو لغيحي أيا بلاوي إنو لخاقو أو أو فرمو علي بابا مركو قدكي قدها أسو غلي أيو وحو عركي دهب آد وتربادن يو دايمن فربادن يو معدن قاليا علي بابا آد أيو فرحي وحو نبلاوي إنو قاتو دهب تي صدح كيش أيو بحسدي دبدا أيو نلسو آدي إسلا سيدي انتو هور استايغي لغيحي أيو ييري أمر عالي كوحرن الباب كان باركي سانو علي بابا تهبك أيو دمير كيسا كسورا ري واحا أو نلسو آدي قريجيسا مركو قريجييميت أيو دهبكي تسي حاس كيسا آد أيين أوليابتي وحي نوي ديسي إنو صوحادي علي بابا أيا أشرحي حاس كيسا واحد عاي يسيدو كوهلي كيشاش كان دهبكا علي بابا يحاس كيسا وحي دمعين إني تريان دهبكي بلسوي ترين كريوايين كدبنا وحي حاسوستين علي ولالكي أو ساعد ليرهدو إنو جاركو ذيهاي علي وحو حاس كيس قدري إني وصو قاد قلان أما ميزان أي دهبكا كميسان وحي أتمد علي ولالكيس وحي نكدل بطي إني سيان ميسان كودة ساعد وكور قوي علي إنو سوالي يهي هيا ويدي وحي كفاليان ميسانك ويكا قريسي وبين أي أشيكتي ساعد وروا إنو أغادا وحي ميسيان هيا وحو أسو ديوي قلان وين وحلو ميستو وستانو وحو أسو ديجي حبك سيو أغادا وحي ميسيان وحي يهين علي بابا يحاس كيسا
ayaa kadib markii ay miiseen dahabkii oo kiishash ku cabeeyeen ayuu god intuu gurigii ka hor qoday ku cabeeyey oo ku aasay. Xaaskii Calibaabana waxay galaankii oo maran u geysay Saacid. Saacid markii uu galaankii ka qaatay ayuu markiiba xagga hoose ka eegay, waxa uuna arkay inuu dahab ku dhagan yahay. Saacid habeenkii dhan ma uusan seexan oo wuxuu ka fikirayay sidee Calibaab ku helay dahabkan intaan la eg. Saacid subaxii wuxuu kula soo kalahay galaankii gurigii Calibaab, waxa uuna ku yiri, galaankii shalay aan kuu keenay dahab baa hoosta u kaga yaal, ee xagee ka keentay dahabka? Calibaab oo ahaa nin maskiin ah ayaa u sheegay walaalkii siduu dahabka ku helay iyo tuugadii iyo godkiiba. Saacid ayaa ku yiri, haddaa Caliyow godka i geen weydo, anigana tuugadii iyo dadka xaafadda oo dhan baan u sheegayaa arrintan. Calibaab ayaa soo kaxeeyey Saacid oo tusay godkii. Calibaab ayaa ku yiri, naga kaxee meesha intaynu tuugadu nagu imaan. Saacid iyo Cali way isa soo raaceen oo xaafaddii ayay isaga soo laabteen. Xoogaa kadib ayaa Saacid intuu dameer soo kaxaystay ayuu godkii dib ugu soo laabtay. Markuu godka hortiisa yimid ayuu erayadii Cali u sheegay ku dhawaaqay, amar alle ku furan albaabkan barakaysano. Saacid oo aad u lacag jeclaa ayaa markuu dahabkii arkay aad u farxay, islamarkiina bilaabay inuu kiishash ka buuxsado. Markii uu kiishash buuxsaday ayuu wuxuu u soo dhaqaaqay dhankii albaabka looga baxayay. Markuu soo hor istaagay albaabkii ayuu nasiib daro ilaaway erayadii Cali baaba u sheegay. Wax alaala wax uu sameeyey ayuu garan waayey, godkan jeclaayo furan, godkan quruxda badan lahow furan, wax walba ayuu yiri, balse godkii waa uu furmi waayey. Xoogaa kadib ayaa tuugadii oo socota ayaa yimaadeen godkii. Waxay arkeen dameerkii Saacid oo hortaagan godkii. Tuugadii ayaa aad u shakiyey oo gudaha u soo cararay markiiba, waxayna ugu tageen godkii dhexdiisa baqilkii Saacid ahaa oo kiishash dahab ah xambaarsan. Tuugadii ayaa aad u carooday oo meeshii ugu takhluusay Saacid. Goor ay tahay subax aroortii ayaa gabadhii Saacid uu qabay timid gurigii Calibaab markii ninkeedii habeenkii weyday. Ayadoo walwalsan ayaa waxay u sheegtay Calibaab walaalkii Saacid inuu maqan yahay oo xalay uusan soo hooyin. Calibaab oo ka warqabay Saacid lacag jeceylkiisa ayaa markiiba soo aaday dhankii godka si uu u soo eego. Markuu godkii yimid ayuu wuxuu arkay dameerkii Saacid oo cidlaah oo taagan godkii hortiisa. Calibaab markiiba shaki kama gelin walaalkii Saacid in tuugadii qabatay oo dishay. Wuxuu dib isaga soo laabtay gurigiisa isagoo murugaysan. Wuxuu u sheegay xaaskii Saacid arrintii oo dhan iyo wixii ku dhacay walaalkii Saacid. Way isla murugoodeen, balse wuxuu u sheegay gabadhii walaalkii Saacid ka dhintay in ay ayaga la noolaan karto oo reerkiisa ka mid ahaan karto. Calibaab iyo xaaskiisa iyo gabadhii walaalkii Saacid ka dhintay waxay noqdeen kuwo qani ah oo dahabkii ayay isticmaaleen, guryo qurux badanna way dhisteen. Qoyskii Calibaab waxay noloshoodii ahaayeen kuwo qani ah oo tuuladii ay ku noolaayeen aan ka ah, waxayna ku noolaayeen nolol barwaaqa. Haddii aad ku cusub tahay kanaalkeena, fadlan subscribe leh.